على القرآن يحلو جمع أسرتنا، وذكر الله يهدي الروح إيمانا. بنور الدار نسمو في السماء بدرا، بنور الدار نسمو في السماء بدرا، وننهل من علوم الآية تبيانا، وننهل من علوم الآية تبيانا. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور الدار. هذا البرنامج الذي يقدمه لكم كرسي القرآن الكريم وعلومه في كلية التربية في جامعة الملك سعود في الرياض. في كل حلقة نستضيف أسرة وتتنوع جنسيات الأسر، ويبقى القرآن هو الهدى والنور الذي يقرأ في كل مكان في هذا العالم. اليوم نستضيف أسرة من تركيا. الأستاذ محمد أدهم هو ضيفنا في هذه الحلقة، هو وأسرته المباركة الطيبة. سنتعرف عليهم أكثر مع زميلنا يوسف باقيس الذي زارهم في منزلهم ويعرفنا عليهم في التقرير التالي. بعد أن نتابع هذا التقرير مشاهدينا الكرام، نعود لنبدأ هذه الحلقة وفي نور الدار كتاب الله يجمعنا. على القرآن يحلو جمع أسرتنا، وذكر الله يهدي الروح إيمانا. بنور الدار نسمو في بيت جميل تقيم أسرة تركية منذ 17 عاما. يعولها والدهم محمد أركول الذي يعمل منجدا في إحدى معامل التنجيد. محمد له من الأبناء 3، أكبرهم طلحة في المرحلة الابتدائية ويحفظ من القرآن قصار السور، تليه خديجة في المرحلة ذاتها، ثم ثناء مدللة العائلة. بعد العودة من العمل يجلس محمد مع أولاده في هذه الغرفة ويغمرهم بمشاعر الحب والألفة، وحين يحين موعد المذاكرة يصحبهم إلى الغرفة الأخرى ويجتمع الأبناء حول هذه اللوحة، حيث يحرص محمد على تعليمهم أسس اللغة العربية السليمة. القرآن واجب يومي في حياة عائلة محمد، فإلى جانب جلوس الأبناء مع بعضهم البعض للحفظ والمراجعة، يجلس هو معهم ليشرف بنفسه على حفظهم بطريقة صحيحة، وكذا تفعل زوجته. الخروج مع الأب حتى إلى مكان قريب جانب يرغبه الأبناء ويفرحون به كثيرا، لكنه لا يغنيهم عن اللعب معه داخل المنزل. ثمة أوقات يخلد فيها أفراد العائلة لممارسة هواياتهم المفضلة، فالرسم مثلا هواية يحبها طلحة ويمارسها كثيرا على هذه الطاولة. أما محمد فتستهويه القراءة، لذا يحرص على تخصيص جزء من وقته لممارستها. أما اللعب بالدمى فهواية تشترك فيها خديجة وثناء، ويشكلان من خلالها ثنائيا مرحا، صورة مشرقة تقضيها هذه الأسرة يزيدها إشراقا حبهم للقرآن. على القرآن يحلو جمع أسرتنا، وذكر الله يهدي الروح إيمانا. بنور الدار نسمو في السماء بدرا، بنور
حياكم الله مشاهدينا بعد هذا التقرير، ونرحب بالأسرة، أسرة الأستاذ محمد أدهم من تركيا. حياك الله أستاذ محمد. حياكم الله، جزاكم الله خير. أهلا وسهلا بك. وبالظهر في اللغة التركية تقول مرحبا، نفس مرحبا. مرحبا. إذن مرحبا بالعربية والتركية. التركية. حياك الله يا أبا طلحة. طلحة هو الابن الكبير. أيوة ابن الكبير. طلحة حياك الله، أهلا وسهلا بك. طلحة في أي مرحلة يدرس؟ مرحلة خامس. خامس، أنت في خامس ابتدائي طلحة. أيوة. حياك الله. أيضا معنا البنت خديجة. خديجة. خديجة أهلا وسهلا بها. في أي مرحلة هي أيضا؟ هي ثالث. في ثالث ابتدائي. أيوة. حياكم الله جميعا أستاذ محمد أنت وأبنائك، وباسمكم نرحب بشيخنا في هذه الحلقة الشيخ صابر عبد الحكم. حياك الله شيخ صابر. الله يحييكم ويبارك فيكم، يبارك في أهل القرآن جميعا وفي بيوت القرآن المباركة. الله يبارك فيك الشيخ، أنت الذي دائما ما نشنف أسماعنا بسماع صوت تلاوتك، وأيضا نستفيد مما تعطينا من إشارات ومفاتيح في أحكام التلاوة. اليوم هي الحلقة التاسعة، ونختار من الجزء التاسع في القرآن مقطعا نقرأه إن شاء الله. بالتحديد مشاهدينا سنقرأ من سورة الأنفال، وهي سورة مدنية وعدد آياتها 75 آية، ونختار منها من 27 إلى آية 29. نسمع مع شيخنا، تفضل شيخ صابر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. ما شاء الله تبارك الله، جزاك الله كل خير يا شيخنا. وبعد أن استمعنا لهذه التلاوة نبدأ، تفضل وتأخذ المصحف أبو طلحة ونسمع منك، والشيخ يعلق على تلاوتك. تفضل أخي محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله أبو طلحة، ما شاء الله على هذه القراءة الجميلة. هو سبحان الله أبو طلحة حتى يعني فعل شيئا أنا لم أفعله، وهو أنه وصل وأعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. أنا ما أحب البدء بأن، لكن إن المكسورة هي التي تكون ابتدائية أكثر، لكن النفس ما ساعدني، لكن ما شاء الله النفس ساعده فهو تفوق علي في الوصل أو في الوقف والابتداء ما شاء الله. لكن يمكن احتجنا ننبه التنبيهات الآن، ولا نسمع الأول طلحة وبعد ثم ننبه إجمالا؟ لا ننبه ثم نسمع يا شيخ. خلي المصحف معك أبو طلحة حتى نشوف في الآية الأخيرة. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم، اقرأ لهذه ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم.
كرر الآية. بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى ويكفر عنكم بس الجزء هذا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. أيوة سمعت عنكم هذه فيه غنة في الإخفاء نون ساكنة مخفاة عند الكاف. نقول عنكم ولا عنكم، يعني الكاف تأثيرها على الغنة يفخمها ولا يرققها؟ الكاف حرف رقيق ولا حرف فخيم؟ مرققة. يا سلام، إذن فالغنة تكون مرققة. الغنة تتبع الحرف الذي يأتي بعدها. أما قول من قبل غير منكم، عنكم غير من طيبات، واضح؟ نعم. فنقول ويكفر عنكم عن، واضح؟ واضح إن شاء الله. يلا يا ويكفر عنكم ويكفر عنكم ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك أبو طلحة، قراءة جميلة والله، ما شاء الله ما شاء الله. إذن كلام متعلم على يد شيخ أو أنت تعلمت العربية هنا في السعودية؟ نعم في السعودية تعلمت العربية. ما شاء الله ما شاء الله. إذا نسمع الآن من ابنك طلحة، تفضل يا طلحة. أعوذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكروا إذ أنتم نفس اللي قرأه الوالد. يا أيها الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. أنا أولا أهنيه على الأجرين، يعني كأني أرى فيه شيء من المشقة والتعتعة. هذه حقيقة هي كأنها هي المعنية في الحديث، من قرأ القرآن وهو عليه شاق وفي وعليه شاق وفي رواية وهو يتتعتع فيه فله أجران. أجر لم يقرأ زينا ويحب القراءة ومقبل على القراءة، وأجر هذه المشقة التي يلقيها وهو شاب صغير. يعني إن شاء الله ما يصير أكبر من ذلك، بيصير شيخ جميل وقراءته جميلة وقراءته رائعة. وخليني أثني عليه قبل أن أنبه، قال في أول لا تخون الله، ها في الحقيقة وضح تفخيم أو تغليظ لفظ لام لفظ الجلالة من ترقيق الهاء، وهذه لا يتنبه لها كثير حتى ممن ختمه يقول الله. أما الله ها تخليص الترقيق من تفخيم بهذه الصورة الجميلة، هذا يدل أن ما شاء الله طلحة عنده استعداد رائع لأن يكون يعني في المستقبل مقرئ ومعلم جميل للقرآن وتالي لكتاب الله. ما شاء الله. ما شاء الله. يعني في نفس الكلمات الآيات الشيخ ما كان يخطئ في الكلمات، لكنه كان شق عليه يعني الجمع بين كلمتين. تركناه ما ساعدناه، فما شاء الله يأتي بالحروف يجمعها ثم ينطق الكلمة. حتى في الحركات كانت. لا ما شاء الله. صحيحة. الله يحفظه ما شاء الله تبارك الله. هم يا أبو طلحة تعلموا العربية هنا ولا؟ أيوة تعلم بس قليل مو زيادة. هم لا يعرفون العربية بشكل جيد يعني. إيه ما يعرفون. طيب كيف يعني طريقتك أنت في العربية؟ تتحدث معهم بالعربية أو بالتركية؟ يعني أحيانا وما جيران يعني يا أبو بس. وفي تعليم القرآن في الحلقة أو الأم مثلا وأنت في المنزل؟ في المنزل إن شاء الله هنا تعلم العربي، وأسبوعيا في استراحة عندنا
الاوتال اللي مرمي هناك. ما شاء الله. استراحه هذه يعني الزملاء والاقارب او ايوه الزملاء كلها كلهم من الاتراك؟ اتراك ما شاء الله وغير الاتراك لكنها يعني فقط للتعلم. ايوه تعلم اجتماع للتعلم. نعم. جميل. أيوة. يعني كانه نشاط اجتماعي تتعلمون فيه اللغه العربيه. أيوة. والقران حتى عقيدة والفقه يعني العلوم الشرعية بشكل عام. أيوة. ما شاء الله ما شاء الله. أنتم والأبناء؟ والأبناء أيوة كلها. جميل. والعيال كلها. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. نسمع من خديجة تريد أن تقرأ سورة الفاتحة. أعظم سورة. يلا تفضلي يا خديجة. ارفعي صوتك ارفعي صوتك بالتركي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله يا أخي. ما شاء الله يعني أكيد تعلم أخي عبد الرحمن وكل المشاهدين الشعب التركي من أفضل شعوب العالم حبا للقرآن ومن أفضل الشعوب تعظيما للقرآن. حتى هناك طرق خاصة ومناهج خاصة في طرق التحفيظ والمراجعة يعني يفرد بها الشعب التركي عن بقية الشعوب. أي نعم. ما شاء الله. فنسأل الله أن يبارك فيكم وفي أولادكم وفي هذا الجهد الطيب المبارك. هذه أسرة مباركة التي تعيش مع القرآن. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. تريد أن تحاول معها يا شيخ في الراء؟ الراء نعم. علمتها الراء العربية ولا ما زالت في الراء التركية؟ خديجة قولي الرحمن بطرف اللسان. الرحمن الرحمن. ما حلو ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عليه. أجل في البيت عليك بالراء هذه وليس أو لا بلاش الراء هذه لكن ما شاء الله يعني الراء التي تستعمل فيها الشفتين. لا لا الراء التي تستعمل فيها طرف اللسان هي الراء العربية. طيب سنخرج لفاصل ثم نعود نسمع من شيخنا مجمل التنبيهات. مشاهدينا نخرج لفاصل ثم نعود لنسمع من شيخنا الشيخ صابر بعض الملاحظات والتنبيهات في الآيات التي قرأناها. ابقوا معنا. على القرآن يحلو جمع أسرتنا وذكر الله يهدي الروح إيمانا. بنور الدار نسمو في السماء بدرا. بنور الدار نسمو في السماء بدرا. وننهل من علوم الآية تبيانا. كرسي القرآن الكريم وعلومه بكلية التربية بجامعة الملك سعود. من أهدافنا المشاركة في الانتصار للقرآن الكريم وكشف الشبهات المعاصرة والمثارة حول القرآن الكريم والتصدي لها بالبحوث والدراسات والوسائل المناسبة وتأهيل الباحثين لذلك. على القرآن يحلو جمع أسرتنا وذكر الله يهدي الروح إيمانا. بنور الدار نسمو في السماء بدرا. بنور الدار نسمو. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا والآن نحن في آخر الحلقة مع شيخنا حتى نستمع منه إلى بعض التنبيهات مع أيضا التطبيق. يا شيخ تفضل. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. طبعا الآية الكريمة تبدأ بنوع من أنواع المدود. يا أيها الذين آمنوا. ماذا نسمي هذا المد أبو طلحة؟ تعرف تجويد؟ يعني لكن قرأتك ما شاء الله قرأ يعني قرأت على أحد يلح المشايخ أو في حلقات ولا قرأت اجتهادا؟ لا في واحد شيخ تعلم التجويد ما شاء الله. لو تلاحظ المصحف خلي مسك المصحف أحسن. انظر في الآية الأولى شوف هذا المد بعده. خل معك المصحف يا طلحة. طلحة خذ المصحف. خل المصحف معك حبيبي. سنجد أن معظم هذه المدود بعدها همزة. إذن فأي مد طبيعي يأتي بعده همزة يكون مد أكثر من الطبيعي. يا أيها
وتخونوا أماناتكم. آمنوا إن تتقوا الله. ملاحظ أن كل المدود بعدها همزة؟ صح يا طلحة ولا من طالع معناها؟ واضح؟ هذا المد إذا كان في كلمتين زي يا أيها الذين تخونوا أمانتكم يسمى مد منفصل، مد جائز منفصل، وهذا يمد حركتين أو مثل المد الطبيعي أو يمد أربع حركات. نعم، حتى لو مكتوب في نفس الكلمة يا أيها، لأن كلمة يا أيها هذه كلمتين، يا للنداء وأيها واضح الإشارة أيو يا أيها، فيا منفصلة عن أيها، لكن جعلوها في كلمة واحدة فأصبحت مشبوكة في كلمة واحدة متصلة في الرسم، لكن في الحكم كلمتين ما هي كلمة واحدة. واضح؟ لا تخونوا الله والرسول، والراء الراء مشددة، ونحذر دائما في الراء المشددة زي الرحمن الرحيم، نحذر من أمرين، نحذر من التكرار الزائد تترك طرف اللسان على راحته يتحرك يعطي أربع راءات خمس راءات في الرحمن الرحيم، هذه ليست راء واحدة، هذه عدة راءات سريعة متتالية، يعني لما تشوفها بالبطيء تطلع عدة راءات كأنه زاد حروف، يعني نعم كأنه كرر الراء، الراء فيها تكرار فعلا، فيها ارتعادة خفيفة في طرف الراء، لو منعنا التكرار تماما ستصبح راء يعني يا إما شديدة جدا يا إما أعجمية، تصبح الرحمن شديدة وليس الراء شديدة، أو تصبح الرحمن هذه بدون تكرار تصبح كأنها راء غير أعجمية غير عربية، لكن الراء العربية وسط بين هذه وهذه، تقول الرحمن الرحيم فيه تكرار خفيف وأخفي تكريرا إذا تشددوا. واضح؟ واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. طب أسمع منكم الراء الأول، لا تخونوا الله والرسول، لا تخونوا الله والرسول، الله ممتاز الراء هذه، هي طلحة تفضل، لا تخونوا الله والرسول، لا تخونوا الله والرسول، يا سلام شايف الراء هذه حلوة زي حتى خديجة كمان قولي يا خديجة لا تخونوا الله والرسول، لا تخونوا الله والرسول، حتى الراء ما شاء الله عند خديجة راء ممتاز ما شاء الله. تنبيه أخير، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، الميم ساكنة بعدها، متابع معنا طلحة؟ الميم ساكنة وأموالكم وأولادكم فتنة، الميم ساكنة بعدها حرف الفاء، طب الميم الساكنة وجاء بعدها فاء، بعض الناس يقول واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، يسوي غنة كأنه يخفي الميم عند الفاء، نقول لا، واحذر لدى واو وفاء أن تختفي، يعني خلي بالك احذر، يعني خلي بالك أن تختفي منك الميم الساكنة عند الواو والفاء، واحذر لدى واو وفاء أن تختفي، يعني انتبه للميم الساكنة ممكن تختفي منك عند نطق فتقول واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، وأولادكم فتنة، أما أموالكم فتنة لا ليس فيها غنة، اقرأ لي كده واعلموا أنما أموالكم، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، ما شاء الله ما شاء الله عليك ما شاء الله بارك الله فيك. تصل هذه التنبيهات وتطبق على هذه الآيات وغيرها من الآيات التي ترد فيها هذه الأحكام. في ختم هذه الحلقة أتوجه بجزيل الشكر لك أستاذنا محمد أدهم من تركيا، شكرا لحضورك وهذه المشاركة معنا. شكرا لكم، جزاكم الله خيرا، شكرا لك وبارك الله لك في أبنائك محمد وطلحة وخديجة. آمين. ونحن في كرسي القرآن وعلومه في جامعة الملك سعود نقدم لك هذا الدرع لتتذكر به هذه المشاركة أنت والأسرة الكريمة، أيضا نقدم لك هذه الوجبة الخاصة لعشاء أنت والأسرة أيضا في أحد المطاعم، فنسعد بكم دائما ونسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان الطيب أن يجمعنا في مستقر رحمته. شكرا لك أخي محمد، جزاكم الله خيرا وإياك، وأيضا شكرا لشيخنا الشيخ صابر عبد الحكم على هذا الحضور وهذه المشاركة،
وهذه الفوائد. الله يعافيك يا شيخنا. شكر الله لكم أنتم، مبارك فيكم وفي هذه الأسر المباركة، وفي القائمين على هذا البرنامج الطيب والمشاهدين الكرام. بارك الله فيك، وأنتم مشاهدين لكم منا كل تحية، وإلى الملتقى نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسرتنا وذكر الله يهدي الروح إيمانا، بنور الدار نسمو في السماء بدرا، بنور الدار نسمو في السماء بدرا، وننهل من علوم الآية تبيانا، وننهل من علوم الآية تبيانا.